مساكم الله بالخير. ذبحوني يا جماعة، منو يحتاج؟ سوينا مدينة، سوينا دولة مبكى. استخدام كلمة منو يحتاج في التقنية تساوي شخص متخلف. يعني ودي أقول كلمات أكثر لكنه متخلف. وأقول لك الكلام هذا استنادا على خبرة طويلة بالمجال. أيام الفلوبي ديسك والسي دي، لما نزل السي دي قالوا منو يحتاج، وسكت كثير منهم بعد سنين. نزل السي دي كان 700 وشي ميجا، منو يحتاج سي دي؟ بعدين نزل دي في دي، والله 4.7 جيجا، منو يحتاج؟ بعدين بلوراي 60 جيجا. ودائما منو يستخدم كلمة منو يحتاج؟ الضعوف في التقنية، يعني اللي مو قادر على الركب يقول لك منو يحتاج 16 جيجا رام، منو يحتاج. وتصريح رئيس هواوي، إذا صرح، إذا ما قيل عنه، إذا صرح بهذا التصريح فهذا التصريح كفيل بفصله. يعني هذه حركة غبية، بس كافي غبية، يعني أنا عندي كلمات أقسى بس كافي على غبية. هذه حركة غبية من مدير هواوي التصريح هذا. ولو أنا موجود في مجلس إدارة هواوي ما راح أتردد لحظة واحدة أني بأكبر قلم موجود عندي على أكبر صبور أوقع لفصل هذا الشخص. هذه ناس أعداء للتقنية، أعداء للتقدم. هذه ناس لا تصلح في الإدارة العليا للشركة، لا تصلح. راح أقول لكم وين الإشكال أو اللبس اللي حاصل. الإشكال هو التالي: الخلط اللي حاصل هو أن نظام تشغيل أندرويد مو قادر يستفيد كامل الاستفادة من 6 رام و8 رام، وهذا خلط كبير على الناس. أنتوا كشركات كبرى لما تنزلون 6 رام و8 رام تضغطون على جوجل أنها تطور نظام أندرويد يقبل الهاردوير الجديد ويقدم على مستوى الهاردوير. على وزن مدير هواوي، حتى الثمان أنوية اللي أنتوا تقدمون ما لها داعي، هي عبارة عن رفاهية، لأن كان في هواتف تشتغل على نواة واحدة. بل خذ هذه عندك بعد وهي على نفس الوزن، مو لازم تسوي أبديت للجهاز، الجهاز شغال. الجهاز شغال، ليش تسوي الأبديت؟ مو لازم. احنا جربنا الجهاز والجهاز شغال، الأمور تمام، والأبديت عبارة عن رفاهية، سوينا لك تحديث رفاهية. هذا ما يفصل فصل عادي، هذا انضمه مع اللي سببوا حرق بطارية النوت 7، حطه بالغرفة الزجاج. أنا لازم أشوفه هذا الرجل، لازم أقعد معه، لازم أعرف شلون يفكر. أنا قعدت ويا مدير HTC، فهمت الفكرة اللي عنده. رجال يقارن نفسه مع آيفون، بس هذا الثاني بعرفه أنا. لبس وخلط، خلط أوراق، كوكب المبكى. في المعرض اللي طاف هذا كنت أتكلم مع مدير ساندسك لضبط المنتج، وقال لي إنه بالطبع إن الذواكر الأعلى أسرع. أشوف الـ 5K اللي موجودة عند أبل، ما حد علق عليها، ما حد قال ما أنا أحتاج 5K، عادي موجودة، ولا يصفقون لها ويطبلون ويزمرون. لاحظ منو علق، مدير هواوي، أو 6 رام كذا، منو علق؟ أنت شيل الحريم بس اللي مالي إعلاناتك، بعدين خلنا نسولف. والله عندي الكثير لكن وصلت، عندي الكثير، والله أبي راسه أنا هذا، بس خلص نشوفه ويصير خير. فاصل يمكن يكون طويل، عودة سريعة. شغل جدا مع السيرفر، ما قريت أخبار مؤخرا، كنا في معرض بقطر رايح له شباب أسامة. والله أنا عندي معلومات إن المعارض القوية بالمنطقة هو جايتكس دبي، حتى جايتكس السعودية ما ينافس. بقطر ثوني أدري إن في عنده معرض خاص. بالكويت عندنا معرض سنوي اسمه أنفو كونكت، معرض أي كلام، أي كلام، مضيع الوقت، ممكن تاكل فيه نفيش مثلا أو ذرة. ما في شيء زعل يا جماعة، ليش زعلانين؟ معرض جايتكس السعودية مو زين، معرض انفو كونكت الكويت مو زين، معرض قطر ما اعرف عنه شيء، معرض جايتكس دبي جيد، ما في شيء زعل. معرض قطر لو ادري عنه رحت له، ما ادري عنه والله، توي دريت من اسامة والله. ما شفت قطر بعد الثورة التكنولوجية. انا اذكر رحت قطر بسيارة، وصلت قطر قلت الحمد لله اني وصلت قطر، بعدين مشيت ساعة كاملة عشان اوصل المدينة. قبل أنا كنت في البحرين، كنت متوقع الفكرة نفس الشيء عند قطر، يعني دش قطر خلاص دشيت قطر، بينما الأمر نفس الكويت، دش الكويت تحتاج ساعة عشان توصل المدينة. طبعا السعودية أمر آخر، السعودية أنت ممكن تتعشى عند صاحبك ساعة رايح ساعة رد، هذا الدرب العادي. والله فكرة جيدة وضع الكالندر، وضع المعارض المحلية بالكالندر. أنا عندي دبي منتصف 10 دائما أروح له، لكن هالمرة بضيف غيره. أسامة موجود هناك الحين، أحط لك حسابه، يعني طاق فرة بالمعرض. إذا عندك أي استفسار تشله خاص، كثر عليه الأسئلة. والله فكرة ممتازة إني أروح المعرض، إذا المعرض مستمر ممكن أروح له، ما عندي شغل متراكم بس ممكن. شباب يقولون لي إن جايتكس السعودية تم إلغاء من 3 سنين،
والله جماعة ما أدري، أنا مو متابع، بس أوكي يعني تعديل. يعني هذه شهادة إن المعرض مال جايتكس للسعودية غير جيد، إنه تم الغاء. أنا والله ما أدري، بس هذه شهادة. والله أنا زعلت بصراحة على هالمعلومة، يعني كنت أتمنى إنه مستمر، لكن دام إنه اللغة أكيد إنه ما أحسن. يعني أنا أخذت لي جولة حللت فيها نفسية الشخص اللي صرح من هواوي عن موضوع الرام، ولقيت إنه هو نزل أول مرة ينزل أجهزة غالية فما انباعت. يعني زاد العتاد فزاد السعر على الناس، المبيعات قلت فحب يصرح تصريح نفس هذا. هذا أقرب تحليل. شباب المتابعين القدامى والشباب التك الأصليين يعرفون كلمة منو يحتاج كم مرة انقالت وكم مرة تكررت وكم مرة التاريخ عاد نفسه. كل فترة كل مجموعة أشهر تطلع شنو، تطلع عندنا موضة. يعني قبل أشهر كانت موضة الشجعان، قبلها كانت موضة ما انضجت. في برج المبكى في الدور الأرضي عندنا يعني قاعات فاضية طبعا نجتمع فيها نتكلم عن التقنية هذه، يعني ما هي الهبة القادمة. طبعا احنا نستخدم البوق لأن برج المبكى برج متخلف مصنوع من الخشب أصلا. منو يحتاج الموضة الجديدة؟ منو يحتاج الموضة اللي بعدها؟ شنو راح تكون؟ طبعا أكثر شيء مضحك في هذا الأمر هو اللي تناقلوا الخبر، لأن مطربهم الخبر على المزاج. ولاحظت أنهم نفسهم اللي استانسوا بنوكيا المتخلف، يعني ردوا لكم نوكيا الماضي متخلف مستانسين وأخبار أخبار. يعني واحد مستانس أن نوكيا 2G بأوبريتنج سيستم غريب نازل الساحة سنة 2017. لابتوب يطفى، من يحتاج شحن؟ ماني قادر أشحن أنا، من يحتاج شاحن أصلا؟ قبل لا أنزل بوريكم راوتر 4G محترم توه وصل لي. راوتر نتجير كات 9 AC. عودة أخيرة اليوم، مساكم الله بالخير من جديد. الكلام المباشر الصريح اللي ما في تغليف ما في اعتبارات يزعل كثير من الناس، يعني تحسسون. أعطيك مثال، مثلا واحد متين مثلا أو سمين تقول له أنت سمين يزعل، مع أن هذه الحقيقة. يعني ليش زعل؟ يعني وين المشكلة؟ الحقيقة العلمية أن أنت متين، يعني ما فيها مشكلة. طبعا ما يجيك واحد يقولك البطة، لا يقولك متين. على مستوى الأفراد ممكن أتفهم أن فيه حساسية، أوكي يعني هذه خصوصيات وما حد طلب رأيك وكذا، أوكي أتفهم أنا. بس الأجهزة يا جماعة شوية بلاستيك شوية ألمنيوم. تكلم عن الرام وما رام، أنا عندي وجهة نظر عن الرام، وجهة نظر فنية، إنه أهلا وسهلا بكل جديد، وجهة نظر فنية. فلما نقول وجهة نظري عن الرام اللي هي أنا متبنيها من القرون الوسطى، أنا ما أقصد فلان ولا فلان، ما أعرفهم. أنا ممكن أرجعك وراء لأيام البي سي، أيام الدايل أب اللي كان ما يعطي إلا 56 وكان في أنواع منه تعطي 120، وكان الناس يقول من يحتاج 120. أو حتى استخدام الـ SSD على البلاي ستيشن 4 اللي كثير من وجهات النظر أنك ما راح تحتاج SSD، مع أن SSD أثبت جدارته. أو استخدام الكات 9 والكات 12 على شبكات يلا تعطيك 30 ميجا للـ 4G. أنا بالنسبة لي راح أشتري تقنية جديدة وراح أجربها، ما راح أوقف عندي احتاج. وجهة نظري القديمة في هذا الموضوع ما تمس أي أحد، إذا هو دخل على وجهة نظر القديمة مشكلته، هذه متبنيها أنا من سنين. وجهة نظر تبني عتاد قوي مو وجهة نظر بروحي، وجهة نظر كثير من المطورين وكثير من الناس المختصين بالتكنولوجيا ما وقفت على هذا وهذا. أنا دائما أكرر استخدم حاجتك، الهاتف هو استخدامك الشخصي. هذه من زمان هذه الفكرة تبناها أنا، يعني أنت لازم تشتري حاجتك ما تشتري حاجة فلان. في نفس الوقت فلان وفلان ما لهم حق يحددون حاجتي، يقول لا أنت تحتاج كذا وكذا، أنت ما تحتاج 6 رام. هو منو عشان يحدد؟ لاحظ أني بدائرتي الأولى أنا قاعد أقولك اشتر حاجتك، إذا حاجتك 4 رام اشتر 4 رام، لكن أنا ما حددت حاجة أحد. وبحمد الله وفضله الكلام اللي قاعد أقوله لك مبني على تجربة مدفوعة الثمن بمال الله، مو رتويت. كل هالزحمة ترى زيادة على تكلفة الجهاز يمكن $5 ولا $7، كل هالزحمة إذا زاد 2 رام زيادة على 4 ترى 5-6 دولار على الجهاز. أنا جربت كل هواتف 6 رام 2016، كل هواتف كان ناقصني ايسوس واشتريته، وطبعا في واحد صيني وراح اشتريه راح اطلبه، يعني الكل الحين. أعطيك مثال، إكسون 7 6 رام أفضل من إكسون 7 4 رام بتجربتي أنا الشخصية، اثنينهم من ZTE و SA.com. الفرق بسيط، أوكي نعم الفرق بسيط، لكن في فرق بسيط، أوكي بكرة يزيد اللي بعده يزيد، تطور التقنية يصير فرق كبير.
يا جماعة أنا ما عندي وقت أبداً إني أتابع الردود اللي أنتم دازينها لي اللي فلان قال وفلان قال. أنا ما أدري هم إيش قالوا، والله ما عندي وقت. يعني أنا رديت من صفر 3 أيام، اشتغلت 45 ساعة للحين، يعني 15 ساعة باليوم. أنت شايف إن أنا عندي وقت أشوف فلان شو نرد على موضوع الرام؟ يا جماعة الخير، رفض التقنية الجديدة مو لرجل تقنية، هذه حق واحد بالشارع، واحد يقرأ جرايد عادية ورقية. رجل التقنية لازم يتبنى كل تقنية جديدة ويشوف كل تقنية جديدة ويجربها، ما يرفض، ما يرفض أبدا تقنية جديدة. أهلا وسهلا، نرحب. الرام شنو لازم يصير؟ الرام لازم يصير 10 نانو، الميجا هرتز يزيد، سرعة الرام نفسها تزيد، لازم يتم تعبث في هذه اللعبة. جمال اندرويد تبني التقنيات والهاردوير الجديد، هذا جماله. يعني شوف، شوف قوة اندرويد اليوم، شوفها قبل سنتين، شوفها قبل 3 سنين، يقفز. وين كنا وين صرنا اليوم؟ العتاد ونظام اندرويد اكثر نضج، قاعد يقدم لك تجربة ممتازة مختلفة تماما عن 4 سنين وثلاث سنين طافت. فيا جماعة مو طبيعي اننا نرفض تقنية جديدة او رقم جديد او مساحة جديدة، كله مرحب فيه، الفكرة في استغلاله. شكرا للمتابعين القدامى، واهلا بالمتابعين الجدد، شكرا لهم بعد، انا احتاج متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.